السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا صلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري. فإذا كنتم تشاهدونا للمرة الاولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم، ولا تنسوا اعطائنا زر لايك تشجيعا لنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. نبدأ اعزائي الكرام باخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري واخر التطورات التي يحذر لها الكوتش جمال ماضي قبل انطلاق هذا المعسكر الجديد لهذا الشهر بطبيعة الحال، والذي سيبتدئ في 31 من هذا الشهر، يعني اليوم الأخير من هذا الشهر راح يبدأ المعسكر التدريبي. راح تكون عنده فترة محددة يعني، وستتخللها مبارتين رسميتين أمام أوغندا وكذلك أمام تنزانيا، يعني المباراة الأولى في هنا في الجزائر في ملعب وهران الجديد، والمباراة الثانية ستكون بطبيعة الحال خارج الديار في ملاعب تنزانيا. ولكن الإضافة الجديدة واللي بالماضي خمم فيها حاليا هو يعني لعب مباراة ودية قبل هاتين المباراتين. هو نعم قلنا لكم سابقا بلي أنه كاين مباراتين وديتين بعد مباراة الجزائر وأوغندا والجزائر وتنزانيا، يعني كي نفوتوا هاد المباراتين الرسميتين راح نديروا مباراتين وديتين، ولكن قبل ما نلعبوا هاتين المباراتين بالماضي راح يخطط من أجل عمل وبرمجة مباراة ودية من أجل تجربة بعض اللاعبين كما نقول. طبعا اكدت لنا مصادر جزائريه وصحفيين جزائريين موثوقين جدا قائلين من المرجح ان يخوض المنتخب الوطني الجزائري مباراه وديه يوم 14 جوان ضد يعني منتخب مونديالي من امريكا اللاتينيه. وطبعا حاليا المنتخبات المقترحه فوق الطاوله كاين الاوروغواي هو من امريكا اللاتينيه، وطبعا كاين منتخبات اخرى مثل بلجيكا والسعوديه كلاهما يريدان اللعب ضد المنتخب الوطني الجزائري. بالماضي راح يلعب امام منتخب السعوديه مثل ما اكدت لنا مصادر، وكذلك بلجيكا طلب منا انه نلعب مباراه وديه، ولكن حسب المصدر اللي شارك معنا هذا الخبر اكد لنا بلي انه هذا المنتخب المونديالي من امريكا اللاتينيه، ومن امريكا اللاتينيه اعزائي الكرام رانا عارفين فقط منتخب اوروغواي الذي يعني طلب من الاتحاد الجزائري لكره القدم ان يلعبوا معه ويبرمجوا معه مباراه وديه. ما رايكم اعزائي الكرام حول هذا الخبر؟ وما رايكم حول هذا المنتخب؟ المنتخب هذا ممكن راح يكون هو اللي راح يلعبوا ضده، او ممكن واحد اخر ما على بالناش به، لانه هويه المنتخب لم تحدد بعد، ولكن بما انه الاوروغواي طلبت منا به نلعبوا مباراه وديه، احنا توقعنا باللي انه راح نلعبوا ضد الاوروغواي، فممكن بعد الساعات القادمه نتعرفوا على تفاصيل جديده حول هذه الوديه، وتكشف لنا هويه المنتخب الذي يريد ان يلعب مباراه وديه ضد المنتخب الوطني الجزائري. وممكن انه ما راحش يكون الاوروغواي، ممكن انه راح يكون منتخب اخر. خبرونا انتم ما رايكم في صندوق التعليقات، ما رايكم حول هذا الخبر، وما رايكم ايضا في منتخب الاوروغواي، واش راح تكون يعني اضافه لنا اذا راح نلعبوا ليه، ولا تتمنوا انه نلعبوا لمنتخب اخر مغاير يعني تفضلونه انتم؟ اكتبوا لنا في صندوق التعليقات. وطبعا هذه المباراه ستكون يعني كما نقول اعزائي الكرام فرصة لتجربة العديد من اللاعبين اللي بالماضي راح يجيبهم للمنتخب الوطني الجزائري، وبالماضي بهر يخمم يعمل مباراة ودية قبل مباراة أوغندا وتنزانيا، عرف باللي أنه قائمة بالماضي فيها لاعبين جدد. بالنسبة للخبر المولي والذي يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري، أكدت لنا مصادر جزائرية بلي أنه مناجير المنتخب الوطني الجزائري جهيد زفزاف سافر اليوم إلى تنزانيا لتحضير إقامة الخضر بمناسبة مباراة تنزانيا ضد المنتخب الوطني الجزائري، والتي ستجرى يوم 8 جوان المقبل. وكذلك أعزائي الكرام ننتقل الآن إلى أخبار محترفينا، وكي نتكلم عن أخبار محترفينا أود أن أسلط الضوء على نجم من الدول الجزائري رياض محرز لاعب ويعني قائد المنتخب الوطني الجزائر. تواجد اسم رياض محرز في قائمة أفضل لاعبي نادي مانشستر سيتي لهذا الموسم، والقائمة شهدت ثلاثة لاعبين كل من برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي، كذلك كيفن دي بروين لاعب منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي، ونجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. طبعا أعزائي الكرام رياض محرز مؤخرا يعني قدم مستوى خرافي استثنائي، راح هداف نادي مانشستر سيتي بطبيعة الحال، ويستحق التواجد 100% في هذه القائمة. لو كان ما داروش في هذه القائمة أعزائي الكرام راح تكون هضرة واحدة أخرى، ولكن بما أنه تواجد في القائمة هذا اعتراف من نادي مانشستر سيتي تجاه نجم من الدول الجزائري رياض محرز. وطبعا رياض محرز هو اللي فرض روحه بأرقامه وأيضا الإنتاج الذي يقدمه في نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، سواء في الدور الإنجليزي الممتاز أو حتى في رابطة دوري أبطال أوروبا. ولكن شو اللي عجبني هو انه بالرغم من ظلم رابطه الدوري الانجليزي الممتاز اللي عملت قائمه فيها 11 لاعب ولا مانيش متذكر شحال، ما كانش فيها يعني رياض محرز، وتلك الرابطه يعني اختارت بعض اللاعبين نادي مانشستر سيتي اللي هم ثانويين
وقالت بلي انه هذا هما اللي ترشحوا يعني لجائزة افضل لاعب في الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز. وطبعا رياض محرز لو كان عمل مقارنة بالانتاج نتاعو مقارنة بدقائق اللعب التي لعبها في نادي مانشستر سيتي، رياض محرز افضل من بعض اللاعبين الذين ترشحوا لجائزة افضل لاعب في الموسم، يعني بالنسبة لرابطة الدوري الانجليزي الممتاز. ولكن هنا إدارة نادي مانشستر سيتي بعدما أن رشحت رياض محرز لجائزة أفضل لاعب في الموسم مع نادي مانشستر سيتي، هذا اعتراف برياض محرز أولا وبرسالة مباشرة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن رياض محرز يستحق التواجد في تلك القائمة، وكما عطيتولوش يعني مكانة في تلك القائمة، أعطينا له مكانة في قائمة نادي مانشستر سيتي يعني لأفضل لاعبين في الموسم. أنا شفتها هذه رسالة موجهة بطبيعة الحال لإدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه حقا ظلموا رياض محرز بعدم تواجده وعدم وضع اسمه في تلك القائمة. خبرونا أنتم رأيكم في صندوق التعليقات، على كل حال واش رياض محرز يستحق التواجد في هذه القائمة ولا لا. ننتقل الآن للخبر الموالي والذي يتعلق باللاعبين الذي بالماضي سيسقطهم أو سيحذفهم من قائمة المنتخب الوطني الجزائري، وهذه الأسماء أعزائي الكرام أسماء يعني نقدر نقول بلي أنها قطع أساسية كانت في المنتخب الوطني الجزائري وما كناش نفكر أبدا في الاستغناء عنها، ولكن بعد الإخفاقات المتتالية مؤخرا بالماضي يعني كان مطالب بضخ دماء جديدة للمنتخب الوطني الجزائري، فلهذا سيضحي بالعديد من اللاعبين، وكل لاعب سيضحي به عنده أسبابه الشخصية بطبيعة الحال، وهذا جاء عبر موقع وين وين بمصادره من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث أكدت لنا قائلة بأنه بالماضي يستغنى عن 5 لاعبين قبل مواجهتي أوغندا وكذلك تنزانيا. أكدت المصادر الخاصة بها بأنه بالماضي لن يستدعي 5 لاعبين كانوا يشكلون في وقت قريب سابق التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني الجزائري، ويتعلق الأمر بكل من يوسف عطال يعني لاعب نادي نيس الفرنسي، هذا اللاعب راه مصاب حاجه باينه ما راحش يكون اساسي وما راحش يستدعيه بالماضي، ويعني هذه مش حاجه جديده عليه، نتمنوا له الشفاء العاجل لانه تغيب في العديد من المرات السابقه. كذلك عندنا اسلام سليماني نجم نادي سبورتينغ لشبونه البرتغالي السابق لانه صاير راح يفسخ العقد، ولحد الان لم يعني يتوصل باتفاق مع نادي محدد وما بقيش بزاف باه نبداو هذا المعسكر التدريبي، فهذا اللاعب راه بدون نادي، هذه حاجه باينه ما راحش يستدعيه. بغداد بورجاح نفس الشيء اعزائي الكرام في الدوري القطري مع السد، هذا اللاعب يعني راه بعيد عن المنافسة سواء كان يلعب أو حتى بعد انتهاء الموسم، هذا اللاعب راه بعيد عن المنافسة فبالماضي سيبعده هو، وأيضا حتى جمال الدين بالعمري نجم نادي قطر القطري السابق. كذلك عندنا سفيان فيقولي نجم نادي غلطة سراي هو أيضا لن يستدعيه الكوتش جمال بالماضي بحكم الإصابة التي يعني سلطت عليه مؤخرا. خبرونا انتم رايكم في صندوق التعليقات، هل هذه الاسماء كان من يعني المستحسن تضحية بها واحضار لاعبين جدد في الوقت الحالي ام العكس؟ أم أنه تشوفوا باللي أنه هاد اللاعبين ما عندهمش بدائل وكان لازم نبقي على هؤلاء اللاعبين في قائمة بالماضي؟ خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، وننتقل الآن إلى خبر مميز من إدارة نادي الأهلي المصري والذي استضفناه مؤخرا هنا في يعني الجزائر من أجل لعب مباراة بين أهلي الأهلي المصري وكذلك وفاق سطيف الجزائري، حيث إدارة الأهلي تشكر الاتحاد الجزائري ونادي وفاق سطيف والنادي الأهلي عبر بيان شاركه معنا في موقع التواصل الاجتماعي قائلين: هذا النادي الأهلي أرسل خطابنا اليوم إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وآخر مماثلا إلى رئيس نادي وفاق سطيف لتوجيه الشكر والتحية لهما وللجماهير الجزائرية لما لاقته بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية وكرم ضيافة طوال فترة تواجدهما في بلدها الثاني الجزائر الشقيق، وقائلين: وأبدى النادي امتنانه للأشقاء في حسن الاستقبال والروح الرياضية والأجواء الطيبة التي جرت فيها مباراة العودة في دوري أبطال إفريقيا بين الشقيقين الأهلي والوفاق سطيف، وأتمنى النادي كل التوفيق يعني للكرة الجزائرية والقائمين عليها ولنادي وفاق سطيف وجماهيره المحبة لكرة القدم. فالجماهير في تلك المباراة عكست يعني كما نقول أعزائي الكرام صورة جميلة جدا على الجماهير الجزائرية، وهذه هي الجماهير الجزائرية كما قلنا كنا خسروا بطبيعة الحال كرة قدم يعني حقيقية ونظيفة، نهنئوا الخصم نتاعنا اللي كان أقوى مننا، يعني احنا متقبلين وعندنا روح وطنية وعندنا روح رياضية كبيرة، ولكن باه يجي يعني منتخب بالكولسة يلعب ضدنا ولا أي نادي يلعب بالكولسة ضدنا وحنا عارفين باللي أنه بالكولسة ما راحش نسمحوا له مثل ما فعلنا مع المنتخب الكاميروني. على كل حال التهاني يعني توصل للاتحاد الجزائري لكرة القدم وكذلك حتى لوفاق سطيف، وإن شاء الله تزيد توصل حتى للأندية القادمة في قادم المواعيد في قادم الاستحقاقات، ونشكر كل الجهات التي أعطت
صورة جميلة للجزائر، لأنه النتيجة كانت يعني بشكر من طرف الخصم، وهذه قليل وين تصرى صراحة. لأنه سمعت تصريح موسيماني عزيزي الكرام مدرب نادي الأهلي، قال بلي أنه قليل وين تشوف يعني جماهير مثل الجزائر وبلد مثل الجزائر يحترموا الخصم، مش يعني مثل بعض يعني الأندية والفرق الإفريقية اللي كانت يعني ترمي علينا يعني مقذوفات من المدرجات وإلى آخره. فروح وطنية وروح رياضية عالية للجماهير الجزائرية. نشكر على القائمين بهذه اللفتة بطبيعة الحال، وكان هذا فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.